الصحفي والناقد الرياضي. اهلا وسهلا بك استاذ الرحومه، بخوض معك مباشره. شفنا اليوم خطاب بعد حكم قضائي يعني صدر منذ مده. اليوم اللجنه الاولمبيه تقدم خطاب الى الاتحاد الليبي، ما تفسيره وما دلالاته؟ اولا بدايه بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. شكرا لك اخي مؤيد. اهلا وسهلا بك استاذ. طبعا هو الخطاب حتى ردود الافعال منذ نشر الخطاب من حوالي 5 أو 6 ساعات قاعد هناك، كل ردود الافعال كلها تساؤلات، لان الخطاب جاء في توقيت محير. ولكن احنا ضروري نرجع للخلف خطوه ونشوفه الاجتماع اللي عقد في 27 مارس 2021 في مدينة طبرق. هذا الاجتماع شابه كثير من اللغط، وكان التقرير اللي عن طريق السيد عيد العميري من مدينة طبرق المراقب بأمان، هذا من أنزه الشخصيات الرياضية اللي أنا سمعت عنهم وشاهدت أعماله في السنوات الأخيرة. قدم تقرير مفصل عن ما حدث في القاعة من خروقات وحرك، يعني كل بتفاصيل دقيقة جدا. قدم هذا التقرير للجنة الأولمبية الليبية، وخرج عبر راديو ليبيا الرياضية في حلقة مطولة وذكر كل التفاصيل، يعني قدم التقرير وأعطى إحاطة عامة للرأي العام. تفاجأنا بعد ذلك أن اللجنة الأولمبية الليبية اعتمدت انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم. وبالتالي هنا سؤال يا أستاذ مؤيد، ما دور المراقب؟ إذا المراقب لا قيمة له عندما يقدم التقرير بأن ما حدث في القاعة لا يمثل الرياضة بصلة. وتحدث أكثر من شخص، يعني مندوب نادي الظهرة اللاعب الدولي السابق محمد الحر هو أيضا كان داخل القاعة وتحدث عن كثير من الخروقات. وبالتالي من البداية كانت هناك أخطاء، هذه الأخطاء تم تقديم طعن بناء على تقرير المراقب السيد عيد العميري من قبل المنافسين للسيد سلماني في الانتخابات، واللي هم السيد إبراهيم شاكا وأنور الطشاني، وحكمت المحكمة ببطلان طيب انعقاد الاجتماع. طيب استاذ الرحومه، نعم اعتقد ان الصوره واضحه وتم تداولها من البدايه حتى اليوم، لكن انت من خلال اطلاعك شنو هو المتوقع او شنو السيناريو او الخطوه اللي حتكون بعد هذا البيان، وشن تفسيره يعني تحديدا، يعني شنو هي الخطوه اللي تتوقعها من اللجنه الاولمبيه؟ ليش دارت هيك؟ أنا قبل حوالي ساعة اطلعت على النظام الأساسي، درت مراجعة سريعة على النظام الأساسي للاتحاد الليبي لكرة القدم. يفتقر إلى المراحل الانتقالية مؤيد، المراحل الانتقالية دائما تتحدث عن ماذا إذا استقال الرئيس، ماذا إذا توفى الرئيس، ماذا يتم سحب الثقة. هذه الحالة لم تذكر في النظام الأساسي ولا في قانون الرياضة، وبالتالي نحن أمام ننتظر في ردة فعل. اللجنة الأولمبية الليبية وضعت كرة في ملعب اتحاد الكرة وطلبت منه الرد على خطابها اليوم بعد 7 أيام ماذا بخصوص الإجراءات. احنا حنشوف إذا كان اتحاد الكرة لم يرد فننتظر رد اللجنة الأولمبية الليبية ماذا سيكون. هل سيلغي اعتماد السابق لانتخابات اللجنة الأولمبية، اعتماد اتحاد الكرة بناء على حكم المحكمة أم ذلك؟ أنا أرى أن اللجنة الأولمبية الليبية تمنيتها اليوم أخذت موقفها الواضح والصريح من هذا حكم المحكمة، ولكن مع ذلك قد تكون هناك يعني أشياء غير منظورة لنا احنا تراها اللجنة الأولمبية الليبية في تحت فرصة 7 أيام أمام اتحاد الكرة لاتخاذ ما يراه مناسبا بخصوص هذا الحكم. الكرة الآن في ملعب اتحاد الكرة وملعب اللجنة الأولمبية الليبية، ولكن مع ذلك نحن نحترم حكم القضاء. ما يقوي الموقف هو تقرير السيد عيد العميري الذي كان مليء بالخروقات، طيب ايضا حكم المحكمه. بالتالي احنا امام امرين قويين هما تقرير المراقب وحكم المحكمه. استاذ رحومه، هذه الاجراءات هل هي بمنظور وبزاويه صحفيه وكذلك كمتابع باختصار، هل هي تراه تصعيد ام حلحله لهذه المشكله يعني؟ هو ليس تصعيد، هو امر واقع، يعني اجراءات، يعني لو ما اندارتش اليوم حتندار بكره، يعني ما فيش هروب منها. يعني احنا امام قضيه رفعت، اتحاد الكره السيد عبد الحكيم الشلماني استأنف، المحكمه رفضت الاستئناف وايدت الحكم السابق، وبالتالي نحن امام امر واقع. الحكم ضروري ان يطبق، من يطبق هذا الحكم ننتظر، هل اتحاد الكره
يحترم حكم المحكمة ويعلن أن مخرجات الاجتماع طبرق ملغية، أم أنه سيتقاعس ونرى بعد ذلك رد فعل اللجنة الأولمبية الليبية باتخاذ ما يلزم من إجراء. أكيد زي ما بدأت مداخلتك أستاذ رحومة صوت وأشرت إلى أن الأسرة الرياضية والوسط الرياضي البيان جعله يطرح العديد من التساؤلات، ختمت بهذه التساؤلات اللي ننتظر الإجابة حولها. أكيد نشكرك على تواجدك وحضورك معنا أستاذ رحومة صوت.